ونتحدث بالتحديد عن التلوث البيئي والحد من تلوث الجو بالتحديد. هذه النقطة المهمة اللي كثير من الأشخاص لربما ما يعبأ لها أو ما يهتم لهذه النقطة، وهي مسألة أنه أني قدر الإمكان كفرد في هذا المجتمع ممكن أنه أحد من تلوث الهواء، وكلش مهم الوعي عند الأفراد في هذا الجانب. مهما فعلت الدول ومهما أجرت من إجراءات واخترعت من اختراعات، إذا ما كان أكو وعي عند الفرد وما كان أكو فد مسؤولية عند كل شخص من الأشخاص أنه شقد مهم أني أحافظ على بيئتي، على الهواء اللي أشتمه، على المكان اللي أقعد به، على المي اللي أشرب منه، شقد مهم أنه ننتبه لهذه المسائل، إحنا ممكن ما رح يكون أكو جو ملوث أو ما رح تكون أكو بيئة ملوثة بما أنه إحنا عندنا هذا الوعي بداخلنا ونحمل حتى لأولادنا هذه المسؤولية. إذا ما ألقى شيء في الأرض أو أي نوع من التلوث، خلينا أنه نخلي ببالنا أنه ننبهه حتى وإن كان خطأ كلش صغير، حتى إن شاء الله مستقبلاً تصير هذه تنوخذ على مسؤوليات أكبر. إذن مشاهدينا دعونا إن شاء الله نتحدث بالتحديد حول بعض الإجراءات اللي اتخذتها بعض من الدول وبالتحديد ألمانيا للحد من التلوث الجوي. وللحديث حول هذا الموضوع معنا زميلنا محمد الخفاجي من ألمانيا. أهلاً ومرحباً بك زميلنا محمد، صباح الخير والعافية عليك. أسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله. صباحكم الله بالخير، اهلا وسهلا بكم وبجميع مشاهدي قناه كربلاء الفضائيه. اهلا ومرحبا بك. اذا زميلنا محمد، عرفنا من خلال يعني بعض التقارير اللي وصلتنا من حضرتك انه هناك اجراءات في المانيا للحد من التلوث البيئي وخاصه التلوث الجوي. دعنا ان شاء الله نشاهد معك هذا التقرير اللي اعددت لنا لبرنامج صباح كربلاء، ومن ثم نناقش ما يعني تتخذه من اجراءات يعني الدوله بالتحديد في المانيا للحد من التلوث الجوي. تمثل مشكلة التلوث الهوائي تحدياً بيئياً كبيراً في العديد من المناطق في جنوب ألمانيا، وفي هذا الإطار اتخذت السلطات إجراءات كثيرة، منها استخدام اسطوانات التنقية المبتكرة لتنقية الهواء. تعمل هذه الاسطوانات على جمع الجسيمات الصلبة والملوثات الكيميائية من الهواء المحيط، ثم تقوم بتصفيتها وإعادة إطلاق الهواء نظيفاً. التحول إلى الطاقة النظيفة من أجل الحفاظ على البيئة يحتاج وقت طويل، ولكن طبعا ألمانيا تسعى من خلال سن القوانين واتخاذ إجراءات مختلفة إلى الدفع باتجاه استخدام الطاقة النظيفة وتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون المضر، وإلى الآن حققت هذه الإجراءات نجاحات جيدة. ألمانيا من الدول النموذجية في هذا النوع من الإجراءات، وهنالك تشديد كبير مثلا بالنسبة للسيارات التي تعمل بالديزل والذي يعتبر ملوثا للجو، ولم تقتصر الأمور على ذلك، بل هنالك برنامج تثقيفي متكامل تقوم به الحكومة من أجل نشر ثقافة الحد من التلوث. بالإضافة إلى استخدام أسطوانات تنظيف الهواء، اتخذت السلطات المحلية سلسلة من الإجراءات الأخرى للحد من التلوث، منها تخفيض السرعة المجازة وتشجيع استخدام وسائل النقل العامة والدراجات الهوائية، وتأمل السلطات في أن تسفر هذه الجهود المشتركة عن تحسن ملموس في جودة الهواء وصحة السكان في جنوب ألمانيا. هنالك نقاش كبير في أروقة السياسة والإعلام حول هذا الموضوع ومدى فاعلية هذه الإجراءات وما هي الخطوات التالية التي يجب أن تتخذها الحكومة في هذا المجال، وطبعا يجب أن تصاحب هذه الإجراءات برامج توعوية للناس ليدركوا مدى أهمية الالتزام بهذه القوانين من أجل استنشاق هواء نقي. الكثير من القوانين والتسهيلات الحكومية أقدمت عليها السلطات المحلية في الجنوب، ومنها دعم استخدام الخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة من أجل التقليل من استخدام مولدات الطاقة التي تستخدم الوقود الملوث للجو. ونجد أن هنالك استقبال كبير وتفهم من قبل الناس لهذه الإجراءات، وهذا ما عزز نجاحها.
من أهم الخطوات التي اتخذت هي التحول في وسائل النقل إلى السيارات الكهربائية وتحول وسائل النقل العام إلى الطاقة المستدامة التي لا تلوث البيئة، وطبعا التطور الحاصل في هذه الوسائل من حيث السرعة والأمان وتقليل مدة الشحن مع زيادة المسافة التي تقطعها كل مرة أثر إيجابيا على ذلك. بشكل عام تظهر هذه الجهود الجادة للتصدي للتلوث الجوي مثالا للتعاون بين الحكومة والمجتمع المحلي في مواجهة التحديات البيئية وتشجيع الابتكار التكنولوجي لتحسين نوعية الهواء والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. محمد الخفاجي لبرنامج صباح كربلاء شتوتغارت. مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم ومعنا الزميل محمد الخفاجي حقيقة حتى يحدثنا عن هذا التقرير اللي أعده واللي أشار إلى مسائل جدا مهمة حول مسألة التلوث. أبدأ معك محمد من حيث انتهيت في التقرير، ذكرت بأنه هذا الإنتاج أو يعني النجاح اللي حققته ألمانيا في مسألة الحد من التلوث كان بتعاون مدني وكذلك حكومي ووعي حكومي، باعتبار ألمانيا منذ عام 2000 كان عندها وعي بهذا الموضوع وكانت هناك العديد من الاتفاقيات اللي حسنت الكثير من نسبة التلوث. ب 2016 كان هناك نسبة عالية من الإنجاز بنسبة التلوث، نتساءل عن هذه النسبة إلى أين وصلت مع كل هذه الإجراءات اللي قبل قليل أشرت إليها سواء بوسائل النقل أو بوسائل مسألة التثقيف. خلينا إذا أريد ناخذ الجدوى ونحقق مثل هذا الموضوع في مجتمعنا، هل نستطيع كطرف واحد كمدنيين أو مجتمع بدون أنه التعاون الحكومي إيش قد يلعب دور حتى يحقق إنجاز ونسبة مرتفعة في الحد من التلوث؟ نعم طبعا هذه المسألة مثل ما تفضلت أنه تكون يجب أن يكون هنالك يعني الجانب الحكومي زائد الجانب الشعبي. الحكومة قدمت حقيقة الكثير من الخطط التي بالتالي اولا هي خطط تثقيف اجتماعي وخطط اقتصاديه اللي تتحول الى الطاقه النظيفه في كل شيء. يعني الان حتى عام يعني ربما الان وصلت المانيا الى ما يقارب 46% من استخدام الطاقه النظيفه في كل المجالات طبعا، وحتى عام 2035 سنصل الى ان تكون جميع السيارات داخل المانيا تعمل بالكهرباء فقط. فهذه المسائل هي خطط حكوميه. بالمقابل هنالك مثلا نوع من الدعم للناس ليستثمروا مثلا في هذا المجال، فمثلا كان هنالك دعم لسنوات طويله لمن يتحول في سيارته مثلا يستخدم سيارات يشتري سياره كهربائيه، كان هنالك دعم حكومي، كان هنالك تشجيع على هذا الموضوع. وبالمقابل كان هنالك ضغط على مثلا بالقوانين على بعض مثلا أنواع السيارات التي هي تلوث البيئة بشكل أكثر. بعض المدن الآن أصبح الدخول إلى داخل المدينة بالسيارات التي تعمل مثلا بوقود الديزل صعب جدا، إلا أن تكون سيارة لديها نوع خاص من الفلترات بحيث لا يمكنها أن تدخل إلى المدينة إلا يعني شروط صعبة. فلذلك مثلا أصبح هنالك توجه للاستغناء عن هذا النوع من السيارات. فأقصد هي يعني مسألة ابتداء انطلقت من الحكومة وطبعا من منظمات المدافعة عن البيئة وانتهت من جانب آخر بوعي الناس. الآن نجد أن الوعي الاجتماعي الحاصل أثر كثيرا على أن تتفاعل الناس أيضا مع هذا الموضوع بشكل كبير. أصبحت الناس نعم من ناحية يرون أن ذلك فيه ضغط كبير عليهم، لكنهم أصبحوا يدركون أن هذه المسألة هي ليست فقط لنا إنما هي للأجيال التي بعدنا. يعني على سبيل المثال نجد أن بعض الناس يقولون إذا يعني الآن إذا وفرنا فلنقل دولارا أو يورو في مسألة البيئة في الاستثمار في مجال البيئة، ربما سنضطر بعد سنوات سندفع 100 يورو من أجل أن نسترجع هذا التلوث الذي حصل. فلذلك من ناحية اقتصادية يقولون أننا يجب أن نعمل في هذا الاتجاه، ومن ناحية أخرى من أجل أن تكون هذه البلاد قابلة للعيش للأجيال القادمة، وهذه أمانة حقيقة، أمانة من ناحية إنسانية لو نظرنا لها، ومن الناحية الدينية أن الله سبحانه وتعالى وضع هذه الأرض تحت تصرفنا، ولكن يجب أن
نحسن استخدامها، ويجب أن نقدم ما هو إيجابي لهذا الموضوع، وأن لا حقيقة نضر بهذه الأجواء وهذه البيئة التي خلقها الله لنا سبحانه وتعالى. دعني عفوا فلذلك زميلنا محمد أسألك عن موضوع مسألة التكنولوجيا والابتكارات الخاصة بمجال البيئة، كيف تشجع الدولة على مثلا الطلاب المستثمرين مثلا صاحب الاختصاص في هذا المجال؟ هل هناك مثلا حوافز مادية، دعم للمشاريع، توفير كل ما يتطلب لكي يقوم هذا الباحث بعمله في ابتكار جهاز معين، مثل ما يعني سمعنا في تقريرك أنه هذه الأسطوانات اللي تأخذ الهواء الملوث وتخرج الهواء النقي وغيرها من التفاصيل؟ طبعا هنالك الكثير من حتى المعارض والملتقيات الحكومية التي تدعو بها أولا المبتكرين الخاصين في مجال البيئة. طبعا هنالك الكثير من المعارض التي تحصل في ألمانيا، لكن هذا المجال لديه يعني أهمية خاصة ومساحة واسعة في الاهتمام الحكومي، بحيث نجد أن هنالك تكون ملتقيات خاصة تعلن عنها الحكومة باستمرار، لتطلب من أصحاب الشركات الذين يقومون بمثل هذه البحوث التطويرية في مجال الحد من التلوث، وطبعا يعني تجلب إما مستثمرين ليستثمروا في هذه المشاريع، أو تستثمر الحكومة مباشرة في هذا الموضوع وتتبنى المشاريع التي تخدم البيئة. مثل ما عرضنا في التقرير، كان هنالك مثلا ابتكار هذه الأسطوانة، الآن أصبحت منصوبة في الكثير من الشوارع الرئيسية هذه العواميد، التي بالتالي هي تسحب الهواء وتنقيه وثم تطلقه مرة ثانية. هذه طبعا وضعت في الشوارع الكبيرة، الشوارع التي عليها زخم مروري كبير، لكي تحد من التلوث في تلك الشوارع. فهذه المسألة نعم هنالك استثمار حكومي، هناك تشجيع طبعا، يعني كما أيضا أسلفت قبل قليل، من يشتري سيارة كهربائية هنالك دعم حكومي مالي مباشرة يقدم له حتى تشجع الناس على شراء هذا النوع من السيارات. وطبعا في المجال أيضا الجامعات والمؤسسات العلمية هنالك أيضا يعني دعم، وهنالك توجيه للطلبة في أن يتجهوا للابتكار بالنسبة أيضا للدراسات. في الدقيقة الأخيرة حدثنا عن التربية وطريقة أنه تربية الآباء أبنائهم على الحد من التلوث، عن النظافة وغيرها من التفاصيل اللي تعلم الأبناء أنه راح يخلقون جيل أيضا جديد يحافظ على البيئة، في دقيقة لو سمحت. نعم بشكل مختصر، هنالك برامج تربوية في المدارس تعد، يأتي باستمرار أشخاص متخصصون في هذا المجال في المدارس، ويشرحون للطلاب، وليس فقط في المدارس، حتى في يعني الروضات ودور الحضانة. يعني هذه مسألة ربما مهمة جدا، بحيث أنه الطفل منذ صغره يتم تعليمه كيف هي الأمور التي تساعد على الحد من التلوث البيئي. هنالك برامج يعني مفصله تقوم بها يعني الجهات المعنيه، في ان ياتي مختصين ويقدمون هذه المعلومات لهؤلاء الاطفال، ان كانوا في دور الحضانه والروضه او في مدارس الابتدائيه. هنالك دورات تخصصيه يتم اخذهم الى اماكن مخصصه مثلا زميلنا. نعم زميلنا محمد، هذه تجربة جدا ناجحة في بلد يعتبر هو من الأساس أو من عاصمة صناعة السيارات، أنه يتحول بهذه السيارات إلى الكهربائية بالتأكيد كان يأثر على الاقتصاد، ونعرف أنه الخطوات الأولى لهذا الموضوع قوبلت بالاعتراض من قبل يعني رؤساء وزراء في ألمانيا بالتحديد، ولكن هذه التجربة كتب لها النجاح. باعتبار أن نتحدث عن موضوع جدا مهم هو عالمي، سواء كانت هذه الدولة تعمل في نفسها أو في بيئتها على تحسين هذا الجو، ما يفيد هذا الموضوع إذا ما كان هناك تعاون دولي، باعتبار كل إحنا نمتلك ذات الأرض وذات الهواء، فبالتأكيد إذا أنا أحافظ على بيتي هو الهواء واحد، فنحتاج إلى أنه هذه التجربة اللي نجحت في ألمانيا تنتقل أيضا إلى دول أخرى، فنتمنى يكون هناك أيضا تعاون من قبل ألمانيا، وإذا عندك معلومة حول هذا الموضوع أنه تنقل تجربتها الناجحة إلى كافة الدول. نعم طبعا هذه أيضا من المسائل المهمة جدا، والتي
كما تفضلتم، هذه يجب أن يكون عليها تعاون دولي. طبعا مثلا الآن ألمانيا ضغطت ابتداء أن يكون هنالك قوانين موحدة في الاتحاد الأوروبي بخصوص مسائل التلوث البيئي. طبعا هنالك ممانعات، وهنالك بعض الدول ربما تشعر بأن هنالك هذا يعني يشكل ضغط اقتصادي، وبالمقابل هنالك دول استجابت وبدأت تتعامل. وطبعا تفكر ألمانيا بنقل مثل هذه التجربة ليس فقط إلى داخل البلد، إنما أن تعممها على إن شاء الله يكون عندنا مثل هكذا أفكار فلنقل واعية بما يخص العناية بالبيئة والحفاظ عليها. شكرا جزيلا لك زميلنا محمد الخفاجي من ألمانيا، شكرا لكل الجهود اللي بذلتها في إيصال هذه الفكرة، وإن شاء الله تتضح الفكرة لدى المشاهدين ويكون إن شاء الله اكو اهتمام أكثر بهذا الجانب. شكرا لوقتك.